النادي الاهلي. انا اول ما اتولدت يعني اول مواعيد كده على الدنيا لقيت بابايا اهلاوي، دخلت النادي من 17 سنه. دخلت كان نفسي اقضي طفولتي في النادي، بس بابايا كان حلمه ان هو يدخل النادي. بابا دخل ناشئين الاهلي بس ما كملش، جدي رفض. يعني زمان كانوا بيقولوا ان الجد بالنسبه له ان الكوره دي تضيع وقت وهتضيع الدراسه، قدم في الاهلي في الناشئين واجتاز الاختبارات عام 1975 بس ما كملش فيها. بس كان طول عمره كان حلمه ان هو يدخل النادي الاهلي. دخل النادي الاهلي من 17 سنه، بقينا كل حاجه في النادي، بنيجي نخرج في النادي، اخواتي في التمارين، انا كنت بتمرن سباحه، كل حياتنا قضيناها في النادي. بحكم اول حاجه جت ان بابايا طبعا عاشق للنادي الاهلي، وكان اهم حاجه عنده الاهلي، ماتشات الاهلي، كل حاجه ليها علاقه بالاهلي. ارتباطي بالنادي جه من فتره كبيره حوالي 15 سنه، انا كنت بلعب سباحه هنا في النادي بس للاسف ما كملتش، فحبيت اشوف دوت في اخواتي. اخواتي دلوقتي بيلعبوا سباحه هما الاثنين، واخدين برضو بطولات وحاجات كتير وبيحسنوا في كل بطوله، فانا حبيت اشوفهم يعني احسن ما انا كنت موجود. فدلوقتي بقيت اجي معاهم التمارين، اشوف البطوله بتاعتهم، اشوف الكوتشز بتاعتهم بتقول ايه، فبقيت موجوده في النادي بشكل يومي، سواء كان عندهم تمرين مسائي صباحي الفجر، على طول معاهم بشكل يومي. فيعتبر النادي دوت يعني بقعد فيه اكتر ما بقعد في البيت. كل يعني شبر في النادي ليه معاه ذكرى كويسه. اي لعبه لعبتها وانا صغيره، سواء السباحه او الفولي وانا صغيره، كان لازم تكوني صداقات، فانا من الناس اللي كونت صداقات كتيره قوي في النادي. فالمكان دوت ليا فيه ذكرى مع اصدقائي، المكان دوت ليه ذكرى مع اصدقائي، فكل مكان يعني شبر في النادي انا ليا معاه ذكرى، سواء كان بنلعب في التراك، سواء كنا بنلعب في الجاردن، بنلعب في اي حته في النادي انا ليا ذكريات في النادي. بس وبحكم كمان والدي على طول متواجد في النادي هو والدتي وتمارين اخواتي، فبحكم يعني ذكريات مش عارفه اقول لك ايه بالظبط من كل ذكرياتنا، لان ذكرياتنا كلها كانت في النادي. انا كل متوشه الاهلي معلقه معايا، حتى المتوشه لو اتهزمنا في ماتش برده بيعلق معايا. الاهلي مش فكره اللي انت بتشوفي ماتش وخلاص كده، لا، الاهلي هو حياه. يعني انا بحب قوي اسمع مع والدي، نقعد كده نحضر نيجي هنا النادي او نقعد في البيت نحضر جو الاهلي او ماتشات الاهلي، ليها جو مختلف وليها تنظيمات مختلفة. يعني أنا أحب قوي وبابا أنا وهو نشوف كده استوديو تحليلي. أنا مش عايزة أقولك إن أنا يمكن أكون ما عنديش خبرة في الكرة زي بابايا، بس عندي بحب جدا الروح اللي احنا قاعدين مع بعض. شفت يا بابا ده شوط عمل ايه، لا لا ده كان المفروض يشوط كذا. فعندنا جو الماتشات مهم جدا، أنا بحب كل الماتشات الأهلي سواء فوزنا أو في الخسارة. بصراحة في ماتشات كتير، زي مثلا أكيد عمرنا ما هننسى ماتش 6-1، اكيد عمرنا ما هننساه. في متوشه كتير قوي يعني، بس ده اكتر ماتش بحبه بصراحه. طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو واحد لواحد، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. في الاول خالص كنت بشوف جدا شباب في تنظيمات وفي ماتشات كتير متواجدين وفي ندوات، كنت بشوف حاجات جميله جدا، بس للاسف ما كنتش معاهم. فبدلت يعني شويه شويه اوصل للمكان اللي انا اسال فيه انا عايزه ادخل مع الشباب دي، ابقى واحده من النادي بحكم ان انا موجوده على طول في النادي. دخلت سالت كذا شخصيه من النادي وعرفت ادخل ازاي، وفعلا بقيت من شباب الاهلي دلوقتي. شباب الاهلي لما كنت بشوفهم في التنظيمات بتاعتهم كنت ببقى مبهوره، ببقى نفسي ابقى معاهم، ببقى نفسي حتى كده ابقى ماشيه كده جنبهم، بس يعني روح التيم، روح الاهلي موجوده فيهم. فانا بشوفهم واقفين في ندوات، منظر مشرف جدا، بشوفهم في تنظيمات الكوره حاجه مشرفه جدا، بشوفهم حتى في تكريماتهم. انا بشوف الموضوع دوت بشكل شخصي لاني انا ببقى نفسي ابقى معاهم، وفعلا بقيت معاهم الحمد لله. حضرت معاهم حاجات كتير جدا، بقالي سنه موجوده في النادي بشكل يومي وفي انشطه كتير جدا. اول حاجه كنت موجوده في حفلات الافطار، موجوده هنا في النادي مع شباب كتيره جدا بعزهم جدا، وكونت صداقات. الفكره بقى اللي انا كنت بمشي جنبهم دلوقتي بقيت معاهم، فدي حاجه انا مبسوطه منها جدا. بروح ماتشات كوره معاهم، بنفطر مع بعض على طول مع بعض، يعني ندوات مع بعض. علاقتي دلوقتي بقت بالشباب وبالدور، يعني انا دلوقتي بشوف
كلنا بنتكلم، كلنا اعمار متفاوته جدا، مش كلنا نفس السن، بس كلنا عندنا هدف واحد بس، ان احنا ازاي نخلي النادي الاهلي هو النادي الاهلي في المرتبه الاولى. فدي حاجه كويسه، يعني احنا لما بنقعد مع بعض في اعمار مختلفه جدا بلاقي لا الصوره دي نفس الصوره اللي انا عايزه اوصلها، والصوره دي نفس الصوره برضو، فما بلاقيش ان في تفاوت بيننا وبين بعض، بالعكس بحس ان كلنا عيله واحده، هي فعلا عيله الاهلي. بشوف اهداف كتير قوي، يعني مثلا امل نفسها مثلا تبقى تعمل مثلا كورنر معين في النادي لحاجه تساعد بيها اعضاء النادي، بلاقي فعلا ان الفكره عند الناس كلها بس بطرق مختلفه، فبنقعد نتناقش فيها مع بعض بنوصل بشكل كويس جدا، كل واحد عنده فكره يعني بيطرحها، وبعد كده بنوصل لحاجه بيرفكت، حاجه عمرنا يعني لو كل واحد فكر بشكل فردي عمرنا ما كنا هنوصل لحاجه. فانا دي اكتر حاجه عاجباها في الشباب اللي موجوده دلوقتي او في عائله الاهلي، عائله الاهلي كلنا واحد، كلنا افكارنا متقاربه، كلنا بس الميزه اللي بتربطنا وميزنا عن اي حد او اي مجموعه غير في النادي الاهلي ان هي مجموعه واحده، محدش بيبخل على حد بمعلومه، دي حاجه مشرفه جدا، غير اي يعني غير اي تجمعات تانيه، احنا في عائله الاهلي كلنا عايزين نوصل لهدف واحد ان احنا نبقى نمبر 1 بس. فدي حاجه انا حابه اكتر ان احنا يعني الموضوع ده ما يكونش في الاهلي بس، في مصر كلها، نفسي ان احنا نبقى عيله واحده في كل حاجه، يعني في كل حاجه فعلا. انا شايفه ان احنا يعني نفسي نبقى دور الشباب بيتفعل، احنا دلوقتي بقالنا سنتين بشوف احنا فعلا عاملين بصمه، الشباب النادي الاهلي عاملين بصمه كبيره جدا في كل حاجه، في الانشطه، في الثقافه، في كل حاجه على مستوى يعني المجالات كلها في النادي، انا شايفه ان هم فعلا فعلا يستاهلوا ان هم يكونوا يعني متواجدين على الساحه. وانا بشكر جدا مجلس الاداره وبشكر برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو مدينا المساحه دي، فعلا احنا مبسوطين جدا بالمساحه ديت، واحنا عندنا فعلا شباب الاهلي عندها كتير قوي تدي للاهلي، وفعلا الاهلي بيساعدنا في كده. بما اني عضو فعال في لجنه الطفل شاركت في حاجات كتير، يعني هي كانت بالنسبه لي فرصه اللي انا اشوف ناس جديده، اتعرف على عالم جديد اللي هو عالم الطفل. شاركت في ايفنت كان من يوم الجمعه اللي فات، كان ندوه عن الادمان الالكتروني، عرفت بقى اللي انا ما كنتش اعرفه، الادمان مش ادمان للاطفال بس، الادمان لينا احنا شخصيا كادمان الكتروني. كان في الندوه دكاتره معروفين جدا، استفدت منهم كتير قوي، يعني بقيت بالعكس يعني عضو فعال، بس حبيت ابقى مشاركه من الجمهور في حاجه زي كده، بقيت اسال، يعني بقيت مش اللي انا موجوده في اللجنه فانا يعني قاعده بس بتفرج هم بس بيقولوا ايه، لا حبيت فعلا اشارك لانهم قالوا حاجات يعني ما تخيلتش ان انا اسمعها او يعني اسمعها وافهمها بالطريقه دي وتلمسني بالطريقه دي، لان احنا فعلا دلوقتي عندنا المشكله دي اللي كلنا قاعدين ماسكين الموبايل ما بقيناش نتكلم مع بعض. فدي الندوه كانت يوم الجمعه اللي فات، وكان في فان داي كان موجود من فتره في الشيخ زايد، وموجود في مدينه نصر، وموجود في الجزيره، وكنت موجوده في الثلاث ايفنتات. كنت مبسوطه جدا ان الطفل بقى ليه زي احنا شباب لينا امكانيه في اللي احنا نعبر عن راينا، دلوقتي بقيت بشوف ان الاطفال بقى دلوقتي بتقعد وبتسمع وليها دور وليها لجنه وليها انشطه بتتعمل لها وناس بتجي لها مخصوص، فحسيت ان الطفل كمان بقى مسموع بشكل كبير جدا. وفي ندوات اكتر واكتر ان شاء الله هنعلن عنها في القريب باذن الله. هو انا يعني ما دخلت النادي قبل، يعني ما حضرتش، كان نفسي احضر الكابتن صالح سليم بس للاسف ما حضرتوش، حضرت ناس كتير، وطبعا يعني قدوتي الاساسيه دلوقتي هو كابتن محمود الخطيب، لانه شفته، يعني شفته اتكلمت معاه، شفته في كذا ايفنت، شفت قد ايه الراجل ده بيتعامل ازاي بكل بساطه بكل احترام بكل هدوء، فانا شفت فيه فعلا فعلا مش رئيس النادي بس،
شفت فيه الاب، شفت فيه الصديق، شفت فيه كل حاجه. لان احنا لما يعني لما بشوفه كده مثلا معدي بشوف قد ايه يعني الوضوح، البراءه، البساطه، يعني دي كان اهم حاجه. بس انا عايزه اقول حاجه على حاجه مهمه، الاهلي ما ينفعش اقول كابتن محمود الخطيب بس، لا احنا عارفين ان الاهلي يعني جيل بيسلم جيل. فانا لو قلت محمود الخطيب بس في جيل كامل يعني مش هذكره. فانا حابه اقول ان اي شخص مسك النادي او كان موجود في النادي بشكل فعال او بشكل مشارك بس، ده فعلا لازم اسمه يتذكر. فانا مش عايزه انسى حد، تاريخ النادي كبير جدا يعني من 1907، فمش عايزه انسى حد لغايه 2020. فانا كلهم لازم يكونوا قدوتي، ما ينفعش اذكر حد واسيب حد، كلهم. انا بس ذكرت في اول كلامي عن كابتن محمود الخطيب لانه فعلا الوحيد اللي انا شفته على ارض الواقع. يعني شايفه عائله الاهلي، طبعا كان كابتن محمود الخطيب قال عائله الاهلي هي مبادئ تطوير تاريخ، احنا ماشيين على نفس النهج دوت. في مبادئ عندنا، محدش فينا ماشي بمبدا لوحده، كلنا مبدا واحد، كلنا تاريخ واحد، كلنا تطور واحد. فانا شايفه ان عائله الاهلي متكونه، احنا كلنا اهلاويه، كلنا عيله واحده زي ما قلت لك في اول كلامي، كلنا عندنا هدف واحد بس، ان احنا نخلي النادي دوت رقم واحد. وفعلا عائله الاهلي دلوقتي نجحت في ده، ان احنا كلنا نبقى واحد. يعني زي ما انا قلت لك ان كلنا متفاوتين في الاعمار، بس كلنا اهلاويه، كلنا عندنا هدف واحد، وده اللي اتكلم عليه كابتن محمود الخطيب في عائله الاهلي. انا شاركت في كذا ايفنت في النادي، فهبتدي يعني نبتدي باخر بقى ايفنت شاركت فيه، كان وضع حجر الاساس للنادي الاهلي في التجمع الخامس. كان بالنسبه لي يعني كان نفسي اروح عشان ابقى ليا بصمه قبل ما النادي يعني مجرد حجر اساس. كان نفسي لما اكبر كده الاقي اقول يا جماعه انا كنت موجوده يوم وضع حجر الاساس. فده كان بالنسبه لي مش حدث، كان بالنسبه لي حلم. كان نفسي اكون موجوده وحجر. انا اول مره طبعا ما كنتش موجوده لما الجزيره كان احنا كنا لسه ما اتولدناش، فحبيت ان انا لا يعني احط بصمتي في حاجه موجوده. حجر الاساس ان انا في نادي فرع جديد، الفرع الخامس للنادي الاهلي، حبيت ان انا اكون موجوده فيه عشان لما اكبر اقول انا كنت يا جماعه موجوده في الحدث دوت. الصور اهي، قعدت اتصور كتير جدا مع عائله الاهلي كلها عشان اقول يا جماعه انا كنت موجوده، اهو الصور موجوده، انا موجوده، انا موجوده في التاريخ ده. شاركت برضو في كان تكريم الابطال في نادي الاهلي مدينه نصر، كان حاجه مشرفه جدا ان انا اكون موجوده واكون اورجنايزر بالشكل ده، اشرف النادي الاهلي ان انا اكون. طبعا في رموز كتير قوي كانت موجوده في التكريم دوت، فكان لازم ان احنا نبان كعائله اهلي بشكل يليق بالاهلي. فكان طبعا كل واحد مشدود شويه، عايز كل المكان بتاعه يبقى يعني ممتاز، مش عايز غلطه تحصل في اليوم دوت عشان الاهلي. فعلا اليوم دوت كان عندنا تكريمات كتيره جدا، سواء كان في الباسكت، سواء كان في الهاندبول، سواء كان في مجالات كتيره، يعني في كل مجالات الاهلي. فكان لازم الموضوع دوت يطلع بالشكل حلو قوي للناس. فكان اليوم دوت برده من احسن ايام حياتي، لان اتعرفت على ناس كتير قوي في الايفنت ده مخصوص. اتعرفت على شخصيات عمري ما كنت اتخيل ان انا اشوفها اصلا موجوده في الايفنت دوت. عرفت قد ايه ان انت تبقي مسؤوله عن مكان معين، دي حاجه مش سهله. ان انت تبقي امل مسؤوله عن المكان دوت، فالمكان دوت لازم يطلع بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي. فطبعا مسؤوليه. يعني انا اتعلمت برضو، عايزه اذكر حاجه برضو، انا اتعلمت في عائله الاهلي ان انا اشيل مسؤوليه، اشيل مسؤوليه ان انا عندي تارجت، ان انا المكان الفلاني امل انت مسؤوله عنه. وده حسيته اكتر في ايفنت افطار رمضان، كنت موجوده برده ومشاركه فيه، وكنت برده اورجنايزيشن. فالموضوع ان انت تمسكي اورجنايزيشن في اي بي موضوع مش سهل، فالناس دي انت مسؤوله عنهم، والناس دي يعني ناس لازم تعرف انت بتكلمي مين، عارفه بتقولي له حضرتك مكانك فين، المكان الفلاني. فكان الموضوع برده كان صعب، ما كانش سهل. بس كلنا يعني انا مثلا افتكر اليوم دوت لما كنت مثلا حاجه تقع مني، لان انت ساعتها انت في كذا تيبل انت مسؤوله عنهم، فانت معاكي شخصيات لازم تكوني عارفه هتتكلمي ازاي، عارفه هتقولي ايه، عارفه هتقولي ايه للشخص دوت، عارفه هتقولي ايه لرئيس النادي شخصيا. فكان اليوم دوت
ما كنتش خايفة، بس كان في حاجات طبعا بتقع مني، فكنت بلاقي اللي يسندني على طول. يعني ما كنتش بستنى، ما كنتش خايفة، لا بالعكس. كان في طبعا أصدقاء ليا كتير، مش عايزة أقول أسامي عشان ما انساش حد فيهم، لو مثلا وقعت في حاجة ألاقيه على طول جنبي، أمل لا خلي بالك لازم تعملي كذا. فأنا فعلا فعلا اتعلمت إزاي أكون مسؤولة عن مثلا، لا أمل ما تخافيش، أنت مسؤولة عن كذا، فأنت قد ده. أنت ما دخلتيش عائلة الأهلي عشان أنت ضعيفة، لا أنت دخلتي عائلة الأهلي عشان أنت قوية، وعائلة الأهلي ما يكونش فيها غير أقوياء بس. شاركت برضو في ندوات خاصة بالنادي الأهلي. وعايزة أذكر برضو حاجة عشان كان نفسي أعملها وأتمنى أن أنا أعملها السنة دي، كان نفسي أشارك في لائحة الأهلي مع الشباب اللي كانوا موجودين. وما كنت في الأول ما أعرفهمش، لأني كان نفسي أبقى معاهم وما كنتش عارفة أعمل إيه، يعني ألبس التيشيرت بتاعهم ولا أقف زيهم. كان نفسي أبقى منهم صراحة، كنت مع بابايا كده أقول له أنا عايزة أبقى معاهم، عايزة أشجع معاهم، عايزة أبقى الروح. كنت شايفة فيهم روح ما حسيتهاش غير دلوقتي يعني لما بقيت معاهم فعلا. فكان نفسي أدخل، شفت تنظيم محترم، شفت ناس قد إيه خايفة على بعض، شفت قد إيه ناس، يعني يوم إعلان النتيجة شفت قد إيه ناس فرحانة من قلبها، مش فرحة كده عشان هي موجودة في النادي، لا هي فرحانين من قلبهم بجد. فأنا كنت أتمنى أن أنا أكون موجودة، والحمد لله ربنا قدرني أن أنا أكون معي. رسالتي أحب يعني أوجهها ليهم أن احنا نفضل زي ما احنا ماشيين وأحسن. يعني نفسي أن احنا نبقى عائلة الأهلي دي حاجة مش موجودة، حاجة احنا نعمل حاجة مش موجودة في العالم كله. فعلا احنا بإيدينا، ومعانا على فكرة أشخاص فعلا ناجحين جدا في مجالاتهم بشكل كبير جدا. فانا نفسي لو احنا حطينا المجالات دي كلها اللي هتنفعنا في النادي، يعني اللي تخص مجالات الاهلي، كل واحد فينا مش شغلته واحده، كلنا شغل مختلف، دراسه مختلفه، تفكير حتى مختلف. فانا نفسي ان احنا لو كل واحد فينا طلع بفكره واحده بس تخص النادي، في انشطه النادي، في يعني اي مجال للنادي، احنا هنبقى حاجه كبيره جدا. فنفسي ان احنا نفضل زي ما احنا واحسن 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 واحسن، واكون معاكم المره الجايه بحاجات كتيره جدا هنكسر بيها الدنيا ان شاء الله.